أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. يرى بعض المحللين أن الأزمة المتصاعدة بين جناحي العدالة في مصر، القضاة والمحامين، لا تنعكس سلبا فقط في تعطيل نظر القضايا المنظورة أمام المحاكم، وإنما تمتد إلى قضايا محاكمات الفساد التي انعقدت بعد الثورة، وعلى رأسها قضية محاكمة الرئيس السابق مبارك، والتي دخلت في تعقيدات قانونية شديدة بعدم تحديد موعد بعينه لنظر الطلب رد هيئة المحكمة، وهو ما يترتب عليه استئناف نظر القضية ربما بعد عدة أشهر. حول ما يمكن أن نطلق عليه شلل قضائي يدور النقاش في هذه الحلقة، ولكن قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الحلقة مع ضيوفي الكرام من القاهرة عبر الإنترنت، ورد إلينا للتو هذا الخبر العاجل. النيابة العسكرية تأمر بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح 15 يوما على ذمة قضية أحداث ماسبيرو. ينضم إلي عبر الهاتف الآن الأستاذ أحمد سيف الإسلام حمد، الناشط الحقوقي ووالد علاء. أستاذ أحمد أهلا بك معنا. أهلا وسهلا يا فندم. يعني ما تعليقك على قرار النيابة العسكرية بحبس يعني ابنك علاء عبد الفتاح الناشط السياسي؟ علاء حبس لأنه مارس حقه في أن يرفض الإجابة لأسئلة النيابة العسكرية، باعتبار النيابة العسكرية والقضاء العسكري ليس لهم لا القدرة ولا الإرادة للتحقيق في قضية طرفا فيها الجيش المصري وقياداته، حيث ارتكب الجيش المصري يوم 9/10 مجزرة بدهس المتظاهرين السلميين بالمدرعات، فعقابا له لرفضه الإجابة على أسئلة المحقق حبس 15 يوما وطلب الدفاع الحاضر معه بعد أن قدم 3 أشرطة فيديو اتهام قيادات الجيش، قائد المنطقة المركزية العسكرية وقائد ورئيس الشرطة العسكرية والقادة الميدانيين باعتبارهم ضالعين في مقتل الثوار من ناحية، ومن ناحية أخرى اتهم المجلس العسكري بإعاقة العدالة بأنه تم تطهير ماسبيرو من كافة الأدلة التي تدين الجيش المصري للمجزرة التي ارتكبها ضد المتظاهرين. فردا على هذه الدفوع وموقف علاء من رفض الإجابة لأسئلة المحقق تم عقابه بحبس 15 يوما. والملفت للنظر أن باقي المتهمين بالتحريض كعلاء تم إخلاء سبيلهم، لكن هو الوحيد الذي قال تم حبسه 15 يوم، ونحن في انتظار القرار الخاص بالناشط السياسي بهاء صابر حتى حيث لم ينتهي التحقيق معه حتى الآن. طيب سيد سيف، يعني هل لو كان قد عرض على القضاء المدني أو النيابة المدنية و لم ينطق أصلا أو لم يجيب على أسئلتها، هل كان سيتعرض لنفس العقوبة أم أن هذا شأن خاص بالقضاء العسكري؟ أنا أعتقد لو عرض على أي محقق نزيه سوف يرمي بمذكرة التحريات في سلة الزبالة حيث مكانها اللائق، حيث خلت من أي أدلة ضد علاء أو باقي العشرة المتهمين بالتحريض. هي مذكرة عادتها مدير مباحث الجنائية بوزارة الداخلية يوم 17/10 بعد الواقعة ب8 أيام، وخلت من أي دليل ضد علاء أو غيره. تبدأ الأسماء الـ11 بمين الذي استشهد في الواقعة كمتهما بالتحريض وتنتهي بعلاء عفتة. طيب احنا وصل إلينا للتو أستاذ أحمد أن بهاء صابر أيضا يعني صدر قرار بحبسه 15 يوم 15 يوما على ذمة نفس القضية، قضية أحداث ماسبيرو. الآن ما تعليقك؟ هيبقى علاء خد نفس موقف بهاء خد نفس موقف علاء ورفض الإجابة على الأسئلة. القضاء العسكري والنيابة العسكرية تخشى أن يتحول هذا إلى تيار جوه المدنيين بالرفض التحقيقات أمام النيابة العسكرية، وعليهم اتخاذ شؤونهم في معزل عن التحقيق مع المتهمين. طيب ما هي الأساليب الحقوقية والقانونية التي ستتبعها أستاذ أحمد سيف الإسلام حمد، وهو يعني هو ابنك أولا وهو ناشط حقوق يعني ناشط سياسي، أنت تدافع عن هذا التيار دائما؟ سوف نستأنف قرار الحبس، وسوف نتقدم ببلاغات ضد القيادات العسكرية للنيابة العامة طالبين منها انتداب قاضي تحقيق لفتح تحقيق في كل تجاوزات الجيش المصري منذ موقعة الجمل، حيث سمح ضباط الجيش المصري عند عبد المنعم رياض
بدخول البلطجية في موقعة الجمل ولم يتم التحقيق معهم وصولا إلى الانتهاكات الأخيرة التي تمت يوم 19. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد سيف الإسلام حمد الناشط الحقوقي ووالد علاء عبد الفتاح الذي صدر قرار من النيابة العسكرية بحبسه 15 يوما على ذمة قضية أحداث مسبيرو، وكذلك بهاء صابر الناشط السياسي أيضا. يعني جدير بالذكر أن آخر ظهور إعلامي للناشط علاء عبد الفتاح الذي صدر قرار بحبسه 15 يوما من النيابة العسكرية في قضية أحداث مسبيرو كان آخر ظهور لي في برنامج إعلامي في برنامج مصر إلى أين الذي يذاع على شاشة قناة الجزيرة مباشر مصر منذ يومين تقريبا، وسنعرض عليكم تعليقا له على هذه القضية فإلى هذا التعليق وحديث علاء عبد الفتاح الناشط السياسي. أنا شخصيا يعني مستدعى رايح للنيابة أنا بعد بكرة، مش عارف ليه، يعني مش بالضرورة لأسباب حاجات نشرتها أو كده، لكن يعني هيعملوا تصرفات عشوائيه جدا عنيفه جدا ومش هتفرق. ماذا كان اعتراضهم على الاشياء؟ لا لا انا ما اعرفش لسه، لما هروح اشوف. طب ايه هو طبيعه الماده اللي انت نشرتها؟ لا انا زي مش عارف، هل هي على تحرك في الشارع ولا هل هي على مقال نشرته عن مذبحه ماسبيرو؟ يعني هي يا اما إذن كان هذا يعني جزء من تعليق علاء عبد الفتاح الناشط السياسي حول قضية أحداث مسبيرو والتي صدر قرار من النيابة العسكرية بحبسه 15 يوما على ذمة هذه القضية، هو والناشط السياسي بهاء صابر. أعود إلى موضوع هذه الحلقة الذي كنا قد بدأناه منذ قليل، كنا نتحدث عن التداعيات لأزمة القضاء والمحامين المستمرة وتأثيرها على العدالة المؤجلة وبطء المحاكمات وتأجيلها. ينضم إلي عبر الإنترنت الآن سيادة المستشار إسماعيل حمدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقا. سيادة المستشار أهلا بك معنا. أهلا وسهلا. سيادة المستشار، إجراءات قانونية بطيئة لكن يعني بل يشير البعض أنها شديدة البطء، ما تعليقك؟ وهل للأزمة بين القضاء والمحامين أثر في هذا؟ ما تقصد تحديدا بالإجراءات البطيئة حتى أستطيع الرد عليك؟ يعني أنا لا أقصد طبعا، لكن أقصد ما يقصدونه هم. يعني أنا أذكر لك ما يقصدونه هم يقصدون أن الإجراءات البطيئة، المدة الطويلة في المحاكمات التي ينظر إليها البعض أن هي بطء في التقاضي، يجب أن يكون هناك سرعة أكثر من ذلك في الإجراءات في صدور المحاكمات. هذا هو رأي الشعب العادي البعيد عن القانون. بالنسبة إذا ما كنت تقصد قضية الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العدلي وأعوانه فالمتسبب، فكانت تعقد جلساتها يوميا إلى أن لجأ بعض المحامين عن المدعين بالحق المدني إلى رد المحكمة. هذا الرد لابد فيه من اتخاذ إجراءات معينة. وتم تحديد جلسة لنظر الرد ونظرت القضية أمامه، فإذ بنفس الحاضرين عن المدعين بالحق المدني يسوفون بطلب شهادات معينة من مجلس القضاء الأعلى بانتدابات رئيس المحكمة وما إلى غيره، فخشية ألا يقال أن هناك تعمد لعدم إجابة طلبات المدعين بالحق المدني أجابته المحكمة إلى هذا الطلب وأجلت حتى ترد مذكرة مجلس القضاء الأعلى بالجهات التي انتدب فيها رئيس الدائرة. أين القضاء الذي عطل الفصل في القضية؟ تعطيل الفصل في القضية هو من جانب فئة معينة ارتأت هذا المسلك على غير مقتضي. طيب، البعض يشكك في هذه الجهة التي طلبت رد هيئة المحكمة، خاصة أن رجل الشارع العادي يعني وجد أن القضية دخلت في دهاليز هو لا يفهمها، تستعصي على فهمه. لابد أن يفهمها حتى لا يوصم القضاء بالبطء ولا يوصف بالتراخي في إجراء المحاكمات. إن الذي عطل الفصل في القضية هو طلب الرد. نعم. الذي قام على مبررات أجمع الجميع أنها غير فائدة. طيب سيادة المستشار، ولا تؤدي إلى إجابة طلب الرد.
سيادة المستشار، ماذا لو تغيرت هيئة المحكمة بالفعل؟ وارد. ماذا تداعيات هذا التغيير؟ إذا رأت سؤال الشهود من جديد كان لها هذا، إن لم ترى فستستمر في الفصل في القضية بسماع مرافعة النيابة ومرافعة المدعين بالحق المدني ومرافعة الدفاع. طيب ولم يتغير شيء. طيب سيادة المستشار إسماعيل حمدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقا، هل ترى لأزمة القضاء والمحامين تأثير في سير يعني القضايا والمحاكمات عامة، يعني بعيدا عن محاكمة مبارك على وجه الخصوص؟ بلا شك. كيف؟ بلا شك أنها لها تأثير. هلا كيف يستمر القضاء في ظل محاكم مغلقة بالجنازير؟ كيف يحكم القاضي؟ وما رأيك في الأزمة عامة؟ في محافظ سابق زمان أيام عبد الناصر قال إن إحنا إدينا القانون إجازة، ويبدو إن الوضع عاد إلى ما هو عليه وأصبحت الإجازة مفتوحة إلى ما لا نهاية. هو الوضع اللي بنعيشه الآن، لأننا أمام جنايات وأمام قضايا إرهابية ترتكب، ولا أحد ولا حياة لمن تنال. يا سيدي الفاضل، دعني أقرأ لك نص قانون العقوبات في الإرهاب لترى بنفسك أننا أمام جرائم إرهابية. المادة 86 من القانون العقوبات المصري يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إلحاق الضرر بالأملاك الخاصة واحتلالها والاستيلاء عليها ومنع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعماله. أنت عايز سلطة عامة إيه بعد الهيئة القضائية اللي تمنع من ممارسة أعمالها وينطبق عليها نص الإرهاب ولا حياة لمن تنادي؟ لا، لكن سيادة المستشار هم ينكرون ذلك، يعني شكلا وموضوعا هم يقولون نحن نتظاهر سلميا، لكن موضوع الغلق بالجنازير وإطلاق ومحاولة التهجم على دار القضاء العالي، كل هذا ليس محامين بل هم مدسون. استمرار للمسلسل. عندما أغلقت محافظة قنا ومنع المحافظ من دخولها وقطعت المواصلات بين القاهرة وأسوان لمدة 10 أيام، أين كان القانون؟ طب مين منتج المسلسل يا سيادة المستشار؟ مين المنتج؟ نعم. مين صاحب السيناريو والإنتاج لهذا المسلسل؟ إنما اللي أعرفه أن أطبق القانون، إن أنا أجيب بتوع اللي قطعوا الطريق، أجيب اللي قفلوا المحاكم، إنما ما حدش بيجيب حد. يعني لما يعقد القضاء جمعية عمومية في دار القضاء العالي في عقر دارهم، ألا تستطيع أي جهة أن تؤمن كردو؟ ده إحنا كنا بنشوف الجنايات وبيجي متهم، مجرد المتهم كبير في قضية مخدرات بتبقى المحكمة محاطة بالحراسة وبالأمن وبالمبدلة كلها، فما بالك ب 3000 قاضي قاعدين جوه في دار القضاء العالي ولا يستطيع أحد أن يفرض عليهم أي حراسة أو يؤمن تواجدهم ويخرجوا لقوا الناس اللي بتحاول تعتدي عليهم. فأين القانون؟ مجموعة من المحامين يعني تقدموا ببلاغات ضد القضاء الذين علقوا العمل بالمحاكم، ما رأيك في هذا؟ انت تقدر تروح شغلك وانت ممنوع منه وناس بلطجية واقفين لك بيمنعوك من عملك؟ وبعدين اللي بيمتنع عن القضاء ده اللي يسأله جهة عمله اذا حدث او سأل هذا في مجلس قضاء اعلى وفي محكمه بيحكم عليها هذا القاضي سواء كانت محكمه ابتدائيه او محكمه استئناف. المحاكم اذا حدث وكانت احدى المحاكم قد علقت العمل القضائي فالقاضي بينفذ ما املته عليه جهات عمله. اما المزايدات بالشكوى والامتناع عن العداله والكلام ده كله فالمختص به الجمعيات العموميه اللي بيتبعها هؤلاء القضاء ومن بعدها مجلس القضاء الأعلى.
طيب هم المحامون يقولون أن هناك تدليس في عرض هذه القضية من يعني على الرأي العام، خاصة في وسائل الإعلام. هم يقولون أن إحنا لم نعترض على المادة 18 ولم تكن هذه هي محور القضية بالنسبة لنا مع القضاء، لكن الموضوع أبعد من ذلك بكثير. نحن نطالب على حد قولهم، نحن نطالب بتطهير ساحة القضاء من الفساد، نحن نطالب بضرورة استقلال القضاء، نحن نطالب بهذا القانون، قانون استقلال السلطة القضائية، أن يكون شاملا لكل ما يكفل العدالة لكل مواطن. وأين هو قانون السلطة القضائية؟ لا يوجد قانون يا سعيد الفاضل، دي مجرد اقتراحات. أولا لا يملك نادي القضاء التقدم بقانون، ولا يملك مخاطبة لأي جهة من المختصة بإصدار القانون، ولم يصدر قانون ولا مرسوم بقانون، مشاورات ومشاريع لما هو مرتقب من قانون السلطة القضائية. المقصود بها أصلا هي إعادة السلطة الممنوحة لوزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، ولم يقصد بها أي محامين، ولم يقصد بها أي هيئة أو أي فئة حتى ينقلب الحال بهذا الشكل. طب وللأسف كان في النهاردة فندم تصريح لسيادة المستشار الغرياني بيقول أن السلطة القضائية تمر بفترة صعبة في ظل ما تشهده البلاد حاليا من فوضى. يعني أنا على حسب معلوماتي، يعني على حسب معلوماتي أن هذه هي المرة الأولى التي يمر بها القضاء بهذه الأزمة. هل هناك سوابق يعني تاريخية يمكن القياس عليها في حل هذه الأزمة، أم أن ما فيش سوابق يعني كما نعلم؟ يعني السنة اللي فاتت لا، في سوابق، والنفوس محتقنة وفي إصرار على هذه الأمور. السنة اللي فاتت تم يعني لأول مرة في التاريخ يعترض على حكم قضائي بهذا المنظر. احنا عارفين يعني طبعا موضوع طنطا، لا ما قبل طنطا، ما قبل محامية طنطا، ما هي استمرار المسلسل. ما قبل محامية طنطا تمت نفس الأسلوب، لمجرد أن الحكم صدر من محكمة بحبس محامي. هل تتصور لو هذا الحكم صدر بحبس مهندس أو دكتور وأكم من أحكام بحبس جميع الطوائف، كان ممكن أن يحدث هذا؟ لا طبعا. يعني وبعدين الأمور اللي بتصور النهاردة بمناسبة المادة 18، الحقيقة لحد أرى قانون العقوبات بيقول إيه، ولحد أرى المادة 18 بتقول إيه، ولا حاجة أبدا، إنما كلها إثارة في إثارة في إثارة. المادة 18 يا سيدي الفاضل لم تستحدث جديد، وإنما ما تضمنته منصوص عليه في قانون العقوبات. ولو سمحت لي أن أقرأ لك نص المادة 133 من قانون العقوبات: كل من أهان بالإشارة أو بالقول أو التهديد موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته يعاقب بالحبس. والفقرة الثانية: إذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان في ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه. هذا هو قانون العقوبات المعمول به من سنة 37. فما الذي جد في المادة 18؟ المادة 18 أنا سمعت المستشار أحمد زند على إحدى القنوات الفضائية كان بيتحدث عن أن يعني كان موجود في القانون وحدثت حادثة مثل ذلك، أنه يتقدم ببلاغ ضد المحامي الذي يخرج عن النص القانوني أو يخل بالجلسة ثم يعني يعرض على القضاء بعد ذلك. لكن يعني ما ظهر للرأي العام عن طريق المحامين وحوار المحامين وحديثهم عن القضية أن المادة 18 بتبيح أو تتيح للقاضي أن يصدر أمرا بالحبس مباشرة على المحامي في التو واللحظة إذا رآه قد أخل بالجلسة. أخل بالجلسة، أهان بالإشارة أو القول أو التهديد محكمة قضائية، والإخلال بنظام الجلسة نفسه ما هو وارد في قانون العقوبات. طيب ايه معايير الاهانه يا سياده المستشار؟ معايير الاهانه ايه يا سياده المستشار؟ من الذي يحدد معايير الاهانه؟ ما هو ممكن يكون مثلا يريد ان يعرض قضيه من القضايا بشكل يعني يتحاور فيه مع القاضي، فيرى القاضي من وجهه نظره ان هذه اهانه لهيئه المحكمه. لا بص يا سيدي الفاضل، اتفضل. القاعده الاساسيه
هي ما نصت عليه المادة 18 فعلا المعترض عليها ان ضبط الجلسة منوط برئيسها. هل يعقل ان جلسة ملهاش رئيس يظبطها؟ هسيب كل واحد يشتم ويتكلم وكل واحدة ست ترغي معذرتها واقول لمحكمة؟ ولا لازم ضبط الجلسة وإدارتها؟ فأنيط برئيس المحكمة وخول له القانون أن يخرج من قاعة الجلسة كل من يخل بنظام. الأول بيخرج، اتفضل يا أستاذ اللي أنت عامل زيطة وزنبليطة اتفضل. فإن لم يمتثل بنص المادة فللمحكمة أن تحكم بحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 10,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبة دي. فالفرض أولا أنه بيطلع المحامي أو غير أو أي من يخل بنظام الجلسة حفاظا على قدسية المحاكمة وعلى انتظامها بيخرج يقول له اتفضل ما تعملش الشوشره او ما تعملش الاستقلال بنظام الجلسه. طيب ده البدايه مش بدايه. وبعدين انهي احد الساده الزملاء المحامين المحترمين جميعا ان هو بيفترض نفسه هيروح يخل بنظام الجلسه؟ هو رايح يترافع عن موكله ولا رايح يتخانق؟ يعني ما طيب سيادة المستشار استأذنك، انضم الي الان عبر الهاتف المستشار كمال اسلامبولي وهو رئيس محكمة سابق. سيادة المستشار اسلامبولي، يعني اسألك الان عن يعني تداعيات هذه الأزمة، هل لها من حل وعلى من تلقي باللائمة؟ سيد كمال اسلامبولي، طيب فقدنا الاتصال بالمستشار كمال اسلامبولي، واعود الى المستشار اسماعيل حمدي نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء سابقا، ويعني اوجه اليك السؤال الذي وجهته للمستشار الاسلامبولي، يعني اين الحل وعلى من تلقي باللائمه؟ هل تلقي باللائمه على وسائل الاعلام؟ هل تلقي باللائمه على فصيل المحامين الذي قام بذلك؟ على السلطه الحاكمه للبلاد؟ على القضاه؟ وسائل الاعلام ما هياش شماعه عشان نعلق عليها كل امر واقع، يعني ممكن نعلق عليها امر ما هواش واقعي او حقيقي، انما اللي بنتكلم عنه النهارده امر حادث وواقعي. انا بعلق ما يحدث او برجع سبب ما يحدث الى غياب تطبيق القانون. لو طبق القانون على 5 على 10 على 20 لم تسل الجميع لاحكامه. وإنما حدث كان مجرد مقترحات بيتبادلها أبناء البيت الواحد. نادي القضاء بيقول كلام، ما كانش حتى أندية القضاء متفقة على الكلام، نادي أندية بتقول كذا وأندية بتقول كذا ومجلس الأعلى بيقول كذا. فمن اللي تلقف هذه المشاورات بين أبناء الهيئة الواحدة وخلق منها أسطورة؟ يعني اعتقد ان هو المتسبب. لكن سيادة المستشار، يعني ايضا هناك من المحامين من نظر الى ان القضاة يعني اتخذوا من هذه الازمة وبعصبية فئوية تكتلا ضد المحامين، يعني مثلا يعني احد الرموز القضائية الكبيرة ذكر وقال ان رب ضرة نافعة، لم اجد على حد قوله لم اجد تكتلا يجمع القضاة، يعني حتى الزند ومكي يجمع القضاء في هذه الكتلة القضائية التي كنا نبحث عنها منذ زمن إلا في هذه الأزمة. ألا يشعر ذلك المحامين بأنهم يعني مستهدفون من تكتل القضاء هذا؟ لا، القضاء لم يتكتل، إنما كان زي ما قلت لحضرتك مجرد مشاورات حول أحد وإبداء رأي حول أحد المواد. وقد أعلن المجلس العسكري ما وصلوش قانون ولا مشروع قانون ولا حد تقدم به حتى نصير هذا الأمر. أما عن هذا التكتل فأنا أرفض تسميته بهذا. القضاء واحد وبتحكمه جهة واحدة مش أكتر من جهة، وهو المجلس الأعلى للقضاء، وما فيش بينهم وبين المحامين إلا كل تطبيق سليم للقانون، وكل بيأخذ حقه فيه. المحكمة بتاخد حقها والمحامين تاخد حقهم، وبيننا قانون بيحكمنا. أشكر سيادة المستشار إسماعيل حمدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقا، كما أشكركم مشاهدينا الأعزاء على متابعة الحسنة لهذه الفقرة. بعد الفاصل موجز لأهم الأخبار، بعده تتواصل فتراتنا الإخبارية، كونوا معنا.